الآن مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح مي. النهارده حلقه الخميس 21 يناير 2021 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما بنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره، دايما في برنامجنا وفي حلقاتنا بنغطي كل ما يدور من احداث حوالينا. الحقيقة بيبقى معانا أخبار كتير قوي على مدار الحلقة، بيبقى معانا أخبار للشأن الداخلي علشان نعرف مصر بتمر بإيه الفترة دي، وكمان بيبقى معانا أخبار للشأن الخارجي علشان نعرف العالم حوالينا ماشي إزاي. مشاهدينا احنا لسه مستمرين في إجراءاتنا الاحترازية، لسه جائحة كورونا ما انتهتش، احنا في انتظار إن شاء الله يعني بقوة ربنا إن هذه الجائحة تنتهي على خير وترجع مصر والعالم كله إلى سابق عهده وأفضل وأفضل يا رب إن شاء الله. مشاهدينا كمان النهاردة في حلقتنا بيكون معانا فقرة للصحافة بنناقش فيها المنشطات اليومية النهاردة، وبيسعدنا في مناقشة وتحليل الخبر هيبقى متواجد معانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط. مشاهدينا كمان النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، طبعا حضراتكم عارفين احنا بدأنا عام جديد، كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص احنا في أول شهر أو من السنة الجديدة 2021، والحقيقة دايما بتبقى أواخر كل سنة الواحد بيفكر ايه اللي حصل في السنة دي، مرينا بإيه، مرينا بظروف عاملة ازاي، الحاجات الحلوة يا رب تستمر ونحاول نزودها ونقويها أكتر، أما الحاجات والعرقلات والحاجات اللي كانت صعبة علينا طبعا بنطلب من ربنا أنها تزول وانها ما تحصلش تاني. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين مصر والعالم كله مر بجائحة كورونا اللي اثرت علينا كلنا. فموضوعنا النهارده ازاي ان احنا نبدا عام جديد وسنه جديده مليانه تفاؤل وامل، وكل حاجه تعبتنا او ضايقتنا في السنه الماضيه نحاول ان احنا نتخطاها في السنه الجديده، هو ده موضوعنا النهارده. بيسعدنا ايضا في الكلام عن هذا الموضوع هتبقى معانا دكتوره ايمان عبد الله استشاري الصحه النفسيه. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مي، فخليكم معنا.